مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. أنا ما ودي أطيل عليكم، نطمح بإذن الله أن يكون 2018 سنة تاريخية في العميل أولاً، نسبة رضا العملاء وتقديم خدمات خلاقة، فبيض الله وجهكم جميعاً. أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تعاد علينا هذه المناسبة والمناسبات الأخرى في وطننا الغالي، وأمورنا إن شاء الله إلى أكثر تقدماً وازدهاراً بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. كل عام وأنتم بخير، وعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أود أن أنتهز هذه الفرصة بتهنئة الجميع بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في موسم رمضان. هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم القيادة الرشيدة ودعم معالي الوزير ومعالي المحافظ ووجود فريق متميز من الإخوة والأخوات في هيئة الاتصالات، وكذلك بدعم من فريق وكالة البنية التحتية بالوزارة. عيدكم مبارك، وكل عام والوطن بخير، وكل عام والقيادة بخير، وكل عام وأنتم الخير ومنكم الخير وإليكم الخير بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، عاد الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. أنا سعيد جدا بتواجدي مع زملائي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير.